المفترض بقى دلوقتي ان احنا قدامنا جهاز ومتجمع ومتركب تمام ووصلناه بالكهرباء، واول حاجة هتعملها ان انت تدوس على زرار الباور. ايه بقى اللي هيحصل اول ما الجهاز يشتغل؟ في نظام تشغيل صغنطط بيبقى جاي جوه المذر بورد، يعني انت المفترض لسه الهارد بتاعك جديد وفاضي وابيض، صح كده؟ يعني في نظام تشغيل صغنطط مشهور قوي اسمه بايوس، هوريك دلوقتي شكله. ده المسؤول عن بداية تشغيل الجهاز. نظام التشغيل الصغنطط ده لو باظ او حصل فيه مشكلة الجهاز بتاعك مش هيشتغل. اسمه ايه بقى؟ بيزك انبوت اوت بوت سيستم. انا هوصل له دلوقتي اهو. ده اول حاجة بتشتغل. بص، بيبقى جوه المذر بورد في اي سي هاية، دي تعادل ايه؟ كانها هارد ديسك صغنطط كده، بس حاجه ايه؟ حاجه تافهه جدا، صغيره جدا، وعليها اللي هو البيزك انبوت اوت بوت سيستم، بيسموه بايوس. تمام كده؟ بيسموا بقى القطعه دي على بعضها اللي هي الاي سي هايه بالسوفت وير اللي عليها بيسموها فيرموير. تمام؟ او بايوس. ساعات في بعض المذر بوردات يبقى البايوس ده مرحوم كده بالمنظر ده، ما ينفعش تشيله وتحطه. وساعات بص هنا في هنا ينفع تشيله وتحطه، هنا ينفع يتشال ويتحط، انت ونصيبك بقى. المفترض لو السوفت وير ده حصل فيه حاجه، يعني زمان كان فيه فيروس بيضرب السوفت وير ده، ساعتها المذر بورد بتاعتك خلاص غير قابله للاستخدام، الا اذا عملت شحنه كده بيسموها في التجاره كده وفي الكمبيوتر يقول لك هشحن البايوس. في جهاز كده شحن بايوس بيتشال البتاعه دي، ولو هي ملحومه بتتشال بتتفك وتتركب على الجهاز ده ويبدا ينزل لك السوفت وير تاني، كانه بينزل ايه؟ ويندوز، بس ده بايوس مش ويندوز. تمام كده؟ البايوس ده تقدر تتحكم من خلاله في كل كبيره وصغيره في الجهاز بتاعك، تقدر تتحكم ايه اللي يشتغل وايه اللي ما يشتغلش، يعني ممكن مثلا تتحكم من البايوس، اليو اس بي بتاع جهازك يشتغل ولا ما يشتغلش، اللي يحط فلاش يشتغل ولا ما يشتغلش، الدي في دي يشتغل ولا ما يشتغلش، تقدر تتحكم من خلاله. فاكرين لما قلنا في اختراع اسمه اوفر كلوكينج، تزود في سرعه البروسيسور، تزود في سرعه الرامات وهكذا. لو عايز انت تزود في سرعه البروسيسور، تزود تعمل موضوع الاوفر كلوكينج ده، بتخش على هذا البايوس تتحكم منه وهكذا. كل كبيره بقى وصغيره تقدر تقفل الدي في دي، تقفل الفلوبي، تقفل اليو اس بي، تسرع من حاجه معينه، تقفل الساتا. يعني انت عندك في المذر بورد فتحات ساتا، عايزها تشتغل ولا مش عايزها تشتغل؟ عايز تقفلها، اقفلها من الايه؟ من البايوس. عندك مثلا كارت ساوند، انت مش عايز كارت الساوند يشتغل، ممكن تخش جوه البايوس تلغي كارت الساوند. ايه؟ هنشوف دلوقتي ازاي نخش جواه. زي مثلا انت اشتريت كارت فيجا وركبته، وكانت المذر بورد فيها اوريدي كارت ايه؟ فيجا، ممكن تخش على البايوس تلغي، تعمل ديسيبل لكارت الفيجا اللي هو. فمن الاخر انت تقدر تتحكم في كل كبيره وصغيره من خلال هذا البايوس. ازاي بقى ادخل عليه؟ ساعات بس معلومه، بعض المذر بوردات احتياطي، ده موجود في المذر بورد عندي. فيها اتنين اي سي هاي من دي، نسخة موجودة هنا دي الرئيسية اللي بيشتغل بيها الجهاز أول ما يشتغل، ودي احتياطي كده. في البداية لو جه يبص على دي لقاها بايظة أو فيها حاجة، لا مش هيخش على الباك اب، يقوم جاي واخد نسخة من اللي في الباك اب حاططها فين؟ في الأولانية. حصلت معايا مرة والبايوس ده حصل فيه مشكلة، وأنا بشغل الجهاز لقيته قاعد يحمل وبيقول لي إن هو بياخد نسخة من البايوس اللي في النسخة الاحتياطية دي وبيحطها هنا. يبقى انت كده بامن نفسك باستمرار، اي حاجه تحصل هنا اوتوماتيك هو مش هيروح يشتغل بالباك اب، هو بياخد نسخه من الايه؟ من الباك اب. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ازاي بقى ادخل على البايوس دي؟ في بدايه تشغيل الجهاز وهو لسه بيفتح في اول كام ثانيه تلحق بسرعه بسرعه، ده بقى بيفرق من جهاز لجهاز. يا اما تدوس ديليت، على بعض الاجهزه تدوس اف 1 اف 2، اجهزه الت كنترول ديليت، اجهزه مش عارف، يعني بيفرق من انت جرب بقى. والمفترض الجهاز بتاعك في بدايه تشغيله لو انت لاحظت الكلام اللي بيتكتب في البدايه هتلاقيه بيقول لك ايه مثلا بريس كذا تو انتر سيت اب، يقصد ايه بسيت اب دي؟ تخش على البايوس، او بريس كذا تو انتر. ساعات في بعض المذر بوردات تبقى مكتوبه وفي بعض المذر بوردات ما تبقاش مكتوبه. انت بقى لو مش عارف يا اما تبص في المانيوال بتاع المذر بورد، يا اما تقعد تجرب بقى وهي بتشتغل دوس ديليت، دخل خير وبركه، ما دخلش راستر وهو بيشتغل دوس اف 2 وهكذا. تمام؟ لما هتدوس اف 1 اف 2 اف 3 وهكذا حسب نوع المذر بورد اللي عندك، يقوم جاي فاتح لك حاجه بس خلي بالك السوفت وير اللي بينزل هنا. يعني احنا عارفين الويندوز بتاعنا
نظام التشغيل اللي منزله مين اللي بيخترعه؟ مايكروسوفت عامله الانظمه الخاصه بيه، وفي انظمه لينكس، وفي على الموبايلات اندرويد، صح كده؟ فكل شركه بتصنع نظام التشغيل الخاص بيها. برضه نفس الكلام، الاي سي هايه دي ممكن ينزل عليها سوفت وير بيشتغل. لا هنا بقى في شركات تانية بقى خالص، يعني في شركه مثلا اسمها ايه دي مثلا اسمها فونكس، في شركه تانية اسمها ايمي اي ام اي، يعني ده بقى دي شركات تانية خالص هي متخصصه في تصنيع السوفت وير اللي بينزل على الاي سي هايه دي، تمام؟ شركات تانية خالص غير اللي احنا متعودين ايه متعودين عليه. والله ممكن تلاقي الواجهه بالمنظر ده في انواع تانية، تلاقي حسب مين الشركه اللي حطت نسخه البايوس اللي على الاي سي هايه اللي راكبه عندك دي. دلوقتي بقى البايوس الجديد ما بيسموهوش بايوس، اسمه يو اي اف اي، ده الاسم الجديد للبايوس يو اي اف اي. هتلاقيني حتى حاطط فولدر هنا اسمه يو اي اف اي، ها بيقارنوا ما بينه وما بين الايه البايوس، تمام؟ البايوس اللي هو نظام التشغيل القديم ده التعبان، راحت فين اللي احنا كنا فاتحين، ايوه، بيبقى بص عباره عن حاجه عقيمه كده تقعد تتنقل فيه بالكيبورد، يعني ما ينفعش تستخدم فيه ماوس، وتقعد بقى تخش في حاجه جوه حاجه عشان تعمل اللي انت عايزه. لكن دلوقتي عملوا ايه؟ نظام تشغيل محترم كده تستخدم معاه الماوس كده وتحس ان هو حاجه كده شياكه كده. بس طبعا ده ايه اكثر تطورا، وبيحتاج طبعا الاي سي هاي دي يبقى حجم الميموري بتاعتها ايه اكبر شويه. فعشان كده يقول لك دلوقتي اللي منتشر كله اللي يعني خليني مثلا اكتب في جوجل كده يو اي اف اي، وتعالى نسيرش في الصور تلاقي بقى بص شايف منظور عامل، شايف الشياكه، حاجه بقى يعني تطوره بالماوس بقى، وتعيش حياتك بقى، ويعني عيش تحس ان هو نظام تشغيل لوحده، مش الحاجه العقيمه بتاعت زمان دي اللي تقعد. بص حتى هو جايب لك على الشمال البايوس وعلى اليمين الايه اليو اي اف اي، تلاقي فيها بقى اوبشنات اكتر وامكانيات اعلى بقى. بص المنظر هنا عامل ازاي، شايف الشياكه. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب يبقى سواء بقى هتخش على اليو اف اي او البايوس تقدر بقى حضرتك من هنا تعمل اللي انت عايزه. يعني انا هديك مثال هنا مثلا اهو، اقدر اجي على ايه لو انا مركب هارد هنا، اجي على الاوبشن ده اخليه نن، يبقى كده هيلغي لي الهارد اللي راكب هنا. اظبط كمان منه الديت والتايم من البايوس، اظبطه اعرف كمان منه مواصفات جهازي، يعني لو انت عايز تعرف رامتك قد ايه، البروسيسور بتاعك سرعته قد ايه، تقدر تعرف من البايوس. يبقى البايوس تقدر تتحكم منه، خاكي بقى صغيره تقدر تعرف معلومات عن جهازك فعلا مركب رامات قد ايه وسرعه البروسيسور قد ايه، تقدر تزود في سرعتهم لو انت عايز. عايزين احنا نخش على البايوس ده نتفرج عليه ونلقي عليه نظره. قدامي حل من اتنين دلوقتي، يا ارستر جهازي وادخل لك على البايوس بتاعه، يا اما شوف لنا حل نشتري كيسه مثلا ونقعد نشتغل عليه. احنا كمان عايزين نعمل ايه بعد ما نتفرج على البايوس؟ عايزين بقى ننزل ايه؟ ننزل ويندوز، صح كده؟ طب هنزل ويندوز ازاي على جهازي؟ هشرح لك ازاي، محتاجين نجيب كيسه تانية. فلاغراض التدريب والاغراض تانية في الشركات اخترعوا لنا برنامج رائع جدا، ده ليه كورسات لوحده، برنامج اسمه في ام وير، انا مسطبه على الجهاز بتاعي. البرنامج ده بتقدر تعمل من خلاله جهاز وهمي، كأن عندك جهاز جوه الجهاز. يعني انا هوريك دلوقتي، انا هشغل دلوقتي جهاز انا مظبطه وعامله ومنزل كمان عليه ايه اكس بي واشغله، كأنك جبت كيسة تانية ونزلت عليها اكس بي كده. كأنك بص انت في الحقيقة انا شغال على ايه؟ على لابتوب واحد، جهاز واحد، لكن فيرشوالي يعني وهمي كده، كان عندي بالظبط ايه الجهاز الرئيسي وجهاز تاني علي اكس بي هيفتح. طب ايه رايك هشغل كمان جهاز تاني انا عامله عليه سيف؟ وهنا بقى خلي بالك كل ما بتشغل واحد من ده، يعني مثلا ده لو شغلته انا مظبطه يسحب من الاماكن، كل ما بشغل واحد جديد كل ما يسحب مساحه اكبر من الرامات ومساحه من الهارد ديسك ويلود على البروسيسور وهكذا. عشان كده انا جهازي هنا لما جبته كان شرط من مواصفاته ان هو لازم على الاقل 8 جيجا،
والا انا ساعات في لابات بحتاج اشغل 10 اجهزه، يعني كاني شغال على 10 كيسز في جهاز واحد. حتى انا لو بصيت على استهلاك الرامات دلوقتي بقى قد ايه، تعال نشوف الميموري 3.7. طب بص هشغل جهاز كمان عليه ويندوز 7، بص بقى على استهلاك الرام. طبعا احنا قلنا ويندوز 7 ده هيسحب له ايه، نص جيجا ب 4 وكام، 4 و4 وهكذا بقى. اشغل واحده ويندوز 10 انا بس هنا ايه، خد بالك كمان من حاجه مهمه، لو ما كانش الهارد بتاعي سريع كنت هاجي على اي واحده من دول اشغلها وافضل قاعد مستنيها 15 دقايق لحد ما تفتح، كانك بتشغل جهازك من جديد. فعشان كده انا مخصوص عشان لما اجي اشرح للناس اي حاجه على البرنامج ده، ساعات بشرح للناس ازاي نستخدم اكس بي وايه مواصفاته والفروقات اللي ما بينه وما بين 7 وما بين 10 وهكذا. فبحتاج مثلا اجرب حاجه هنا وراستر، طبعا انا لو راسترت لازم ياخد بيانات. عارف بقى لو انا شغال على الهارد التعبان كنت اجي راستر جهاز ولا اجي اسطب عليه اتشل بقى وافضل قاعد مستني لما يجي. لكن هنا انت هتشوف هنا اسرع بكتير، او هيفتح معانا بسرعه، وده خلاص اهو قرب يفتح و7 فتح خلاص خلص. وهشتغل عليهم الثلاثه بجانب الجهاز الايه الرئيسي. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب ازاي انا عملت حاجه زي كده، ازاي عملت الماشين دي؟ باجي هنا اقول له فايل انا عايز اكريت واحده جديده، بص اكس بي فتح خلاص اهو، فتح بسرعه، ما كانش ما اخدش ما كملش نص دقيقه، غير كده كان ممكن نقعد مستنيين دقيقتين ثلاثه قبل ما يفتح. طيب باجي اعمل ايه بقى انا لو انا عايز اعمل واحده جديده؟ باجي هنا اقول له انا عايز فايل اعمل ماشين، كاني هنزل اشتري كيس جديده، كاننا نازلين نجمع كيس. وللتسهيل انت لو تعمقت اختار كاستم، تسهيل بختار تيبيكال. يقول لي طب بص يا عم الكيس الجديده ديت انت ناوي تنزل عليها ويندوز؟ لو ناوي تنزل عليها ويندوز ادينا دلوقتي المكان اللي فيه سيديهات الويندوز، ولا بعدين بقى الموضوع ده؟ اقول له ايه، هات بعدين بعدين. طب انت ناوي تنزل عليها ويندوز ايه؟ بيسال مايكروسوفت ولا ليه بيسالني؟ عشان يظبط لي مواصفاتها كرامات وكبروسيسور ومش عارف ايه وكهارد بما يتناسب مع نظام التشغيل اللي انت ايه ناوي تنزله. هو مش هينزل لي نظام التشغيل، اصل انت بص لو انت ناوي تشتري جهاز وتنزل عليه مثلا ويندوز 10 وناوي تلعب عليه لعبه مش عارف بيس كام، لازم تشتريه بمواصفات معينه، وعشان الويندوز ينفع ينزل لازم يكون مواصفات معينه. يعني ما ينفعش تجيب جهاز قديم مثلا راماته 256 وتشغل عليه ويندوز 10. في حاجه اسمها مينيمم هاردوير ريكوايرمنت، مواصفات اساسيه لازم تتوفر عشان الويندوز اصلا ينفع ينزل معاك. فانا لما بختار له الويندوز انا هقول له مثلا انا ناوي انزل ويندوز 7 نيكست. طيب بص بقى الماشين اللي انا بعملها هنا بتبقى في النهايه عباره عن ايه؟ فولدر في اي بارتيشن فاضي عندك. يعني لو مش عاجباك اكس بي اللي انت عاملها دي، ها خش كده انا عامل هنا عندي اهو في البارتيشن ده دي الاكس بي مش عاجباني دلتي. ده انا كمان ممكن اعمل ايه؟ استغل البرنامج ده في حاجات كتير جدا، اتدرب على انظمه التشغيل المختلفه. برنامج معين عايز اجربه، جربه هنا، ما تجربوش على جهازك الايه؟ الرئيسي. مواقع معينه عايز افتحها وخايف لكم بتنزل فيروسات على الجهاز وتبوظ لي الدنيا، افتحها من هنا وعيش حياتك وتصفح واعمل اللي انت عايزه وعك وبوظ. من الاخر انت ممكن تخلي جهازك الرئيسي بره القصه خالص وتلعب انت بقى جوه هنا، تعيش حياتك تسطب وتدلت وتجرب وتعك زي ما انت عايز. تمام؟ ما مش باظ دي فولدر ارميه وخلاص، كبر دماغك. لو دي اتفيرست دي اللي هتتفيرس، مالهاش دعوه بالجهاز الايه؟ الجهاز الرئيسي اللي بره. ايه؟ هتدلت الفولدر وخلاص. نرجع تاني اقول له نيو فيرتشوال ماشين ستارت تيبيكال نيكست، هتحط الويندوز دلوقتي؟ لا بعدين نيكست. انا ناوي انزل ايه؟ انا انزل مثلا ويندوز 7 نيكست. هتسميه ايه؟ بص انا
كل ماشين بنزلها بديها اسم، فانا انا هسمي دي تيست عشان انا هشيلها، انا بوريك بس ايه. طب هخزنها فين يا عم؟ هخزنها على بلاش الديسكتوب عشان ما عنديش مساحه فاضيه فيه. في الدي هكريت فولدر هسميه تيست، يبقى الفولدر ده مش عاجبني الماشين دي ارمي الفولدر اسمه ايه؟ ها تيست. طب تحب بقى الفولدر ده او الماشين اللي هنعملها دي يبقى مساحتها قد ايه؟ الهارد اللي فيها مش احنا كده كاننا بنجمع جهاز، هيبقى فيه هارد مساحته قد ايه؟ اقول له 60 جيجا. وبنعلم بس على الاوبشن ده عشان يعمل لك الهارد كملف واحد. ما خلي بالك هنا الهارد والرامات والحاجات دي كلها تبقى عباره عن شويه ملفات مش حاجه حقيقيه. تمام. نيكست فينش. بص عمل ايه بقى كده، كاننا نزلنا سوق الكمبيوتر سموحه مثلا واشترينا جهاز رامات 1 جيجا. الله، هو ليه حط لي الرامات 1 جيجا؟ هو اختار لان انت قلت له ناوي تنزل ويندوز 8 والبروسيسور والهارد ديسك 60 جيجا وهكذا. عارف لو انا فتحت ماي كمبيوتر وقمت جاي فاتح الدي هلاقي فولدر اسمه تيست جوه شويه ملفات، هي دي الماشين، حاجه وهميه مش حقيقيه. ده فيها ايه كمان؟ ده بص ده فيها كارت نتورك، فيها فتحات يو اس بي، فيها كارت ساوند وهكذا. طب بص كده كاننا جبنا جهاز جمعناه، ولو دوست على باور يبقى انا كده كاني ايه شغلت الجهاز. مين يشتغل ويقوم بمهمته في البدايه؟ البايوس. هو فعلا بيقول لي ايه، شفت الصفحه اللي فاتت دي؟ هرستر انا تاني بريس اف 2 تو انتر سيت اب. خدتوا بالكم منها؟ ايوه تحت. ايوه فين هنا؟ انا ايوه بريس اف 2. وخلي بالك الجهاز هيعلق على كده، هو الهارد لسه 60 جيجا طازه ابيض ما فيهوش اي حاجه. لسه بقى هنزل ويندوز واظبطه صح كده. فالبايوس كده قام بهم بمهمته، والمفترض يسلم المسؤوليه لمين؟ لنظام التشغيل اللي على الهارد بقى. طب ما فيش نظام تشغيل هيفضل معلق لك على الوضع اللي انت فيه ده. طب عايز القي نظره على البايوس بسيطه، الت كنترول ريستارت ودوس بسرعه، ما لحقتش انا لازم بسرعه اف 2 ادخلك على حضرتك على ايه من بايوس بقى ابدا العب بقى. هتعدل في الديت والتايم. الفلوبي مش عايزه ديسيبل، عامل ايه بيه الفلوبي؟ بص عرفت من هنا ايه، عرفت من هنا الرامات بتاعتي. شايفين تاني واحده من تحت دي الرامات اللي هي انا اللي هي 1 جيجا 1 جيجا بس، هو جايبها لك اهي عباره عن مليون كيلو يعني جيجا يعني. طب وبص تقدر بقى من هنا تقعد تتحكم بقى. طبعا خطر ان انت تلعب هنا، انت ممكن تعك وتبوظ حاجه تحرق لك الجهاز، زي مثلا انت تعلي سرعه البروسيسور وسرعه الرامات ده ممكن يبوظ لك الجهاز. وعشان نبقى في امان ممكن اقوم جاي على البايوس ده قافله بايه؟ بباسورد. اجي هنا كده لان كده ممكن افرض انا مثلا، وخلي بالك في الشركات مفترض عشان نامن نفسنا صح بنخش جوه البايوس نقفل اليو اس بي ونقفل السي دي والدي في دي عشان اي موظف يحط فلاشه يحط سي دي يحط اي حاجه ما يعرفش. ممكن احد الطرق اللي اعمل بيها كده ان انا اخش فين؟ في البايوس. طبعا ممكن الموظف يعمل ايه؟ يشغل الجهاز ويدوس اف 2 ويقوم جاي داخل على البايوس لاغي الاوبشن اللي انا ايه؟ معاه. عشان كده لازم اقفل الايه؟ البايوس بباسورد عشان ما حدش بعد ما اخلص دوس اف 10 زي يس كده بقى. بص لو حاولت تاني بسرعه اخش على البايوس هقول لك الحل ايه. حطيت الباسورد دخل على البايوس. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ده في اوبشن كمان جامد جدا، انا ممكن اجي على السكيورتي ديت اشغل اوبشن اسمه باسورد اون بوت، اعمل له ايميل. بص احنا دلوقتي لما شغلنا الجهاز امتى طلب مننا الباسورد؟ لما دوست اف 2 وحاولت تخش على البايوس. طب ايه رايك بقى طالما انا شغلت حاجه اسمها باسورد اون بوت اف 10 يس بص كده والجهاز بيشتغل، سواء حضرتك كنت عايز تدخل على البايوس او حتى عايزه يشتغل عادي ويخش على الويندوز لازم تديله الباسورد. انت ضامن كده ان محدش هيقدر يشغل جهازك الا اذا كان معاه ايه؟ الباسورد ولا يستضيف. بص بقى اقول له الباسورد اهي، ساعتها بقى
يا اما يخش على الويندوز، يا اما عايز تخش على البايوس تخش ايه على البايوس. دي بيسموها سيستم كده، ده معنى تشغيل الجهاز. انا هخش الغيها تاني، هرستر، هدخل. طبعا حتى لو جيت تدخل هيطلب منك الباسورد، تمام. هقول له لا انا عايزها ايه، لما حد يجي يخش على بس اف 10 بسيف بيه واقول له يس. اف 10 لما بتدوس عليه يقول لك انت عايز تسيف وتطلع، هقول له يس. بصوا بقى، في عندنا حاجتين كمان، حاجه اسمها سيموس وحاجه اسمها سيموس باتري. نقولهم كده ونقفل الفيديو ده على كده ونروح نصلي ونرجع. ايه بقى السيموس والسيموس باتري؟ بص احنا عرفنا كده يعني ايه، ها، بايوس. البايوس دي بيبقى نظام تشغيل ريد اونلي، يعني غير قابل للتعديل. الله، امال التعديلات اللي احنا عملناها دي اتعملت ازاي؟ قال لك والله في ميموري تانية صغنططه، لا غير دي، في ميموري تانية صغيره اسمها سيموس. يبقى احنا عندنا نظام التشغيل الرئيسي اللي اسمه بايوس، لا مش البطاريه. سيموس دي عباره عن ميموري صغنططه بتبقى موجوده جنب البايوس، ميموري صغيره بيتخزن فيها ايه، اي اعدادات انت بتعملها. مش انا دخلت قلت له اقفل اليو اس بي، اقفل الفلوبي، اعمل باسورد، اعمل كذا 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 كذا، يعني اي اعدادات غير الاعدادات الافتراضيه اللي جايه مع الجهاز او جايه مع البايوس، التعديلات اللي انت عملتها دي بتتخزن فين؟ في السيموس. ايه ده؟ يعني الباسورد اللي احنا عملناها دلوقتي دي، مش احنا عملنا دخلنا هنا وعملنا باسورد، اتخزنت فين؟ في السيموس، مش في الايه؟ مش في البايوس. البايوس اصلا ريد اونلي فقط، ما ينفعش تعدل فيه. انت بقى لو دخلت قفلت اليو اس بي، قفلت الدي في دي، قفلت عملت باسورد، سرعت البروسيسور، سرعت الرامات، اي حاجه من دي، كل الاعدادات دي في السيموس. بس الذاكره اللي هي خاصه بالسيموس ديت من نوع فولاتايل، يعني سيادتك اول ما تطفي الكهرباء كل الاعدادات اللي انت عملتها هتطير. ايه ده؟ يعني انا اتعب نفسي واخش جوه البايوس اعمل له باسورد واقفل اليو اس بي واقفل السي دي والدي في دي واعمل كل الشغل بتاعي ده، وفي الاخر وسيف طبعا، وفي الاخر اطفي الجهاز واشيل الفيشه، ارجع الاقي كل حاجه رجعت لايه؟ لاصلها. طب وبعدين الحل ايه؟ فعملوا البطاريه اللي حضرتك شايفها في الجهاز دي، قلنا هنتكلم عليها. البطاريه دي بتعمل ايه؟ حتى لو انت طافي الجهاز بتفضل تمد السيموس دي بايه؟ بالكهرباء، وبالتالي هتفضل محتفظه بالايه؟ زي كده فاكرين ستاند باي لما كنا، او سليب لما كنا بنعمله، كان بيفضل محافظ على الكهرباء اللي واصله للرامات. لا، هنا بقى البطاريه دي تفضل محافظه على الكهرباء اللي واصله للسيموس. وده يفسر حاجه بقى، ساعات ناس تبقى البطاريه دي عندهم خلصانه، يخش جوه البايوس يا عيني يعمل تعديلات ويظبط التايم والديت وكل حاجه، وبعدين يطفي الجهاز ويشيل فيشه يجي يشغل ولا كانه عمل حاجه. البطاريه دي كمان ليها لازمه، ليها فايده ثانيه. ايه الفايده الثانيه؟ في كده في المذر بورد تايمر، التايمر ده اللي هو الساعه من الاخر بيفضل شغال. مش انت لو طفيت الجهاز النهارده وشلت الفيشه وجيت تشغله بعد شهر تلاقي التاريخ مظبوط وكل حاجه مظبوطه؟ ازاي؟ عشان هو اصلا المذر بورد دي فيها زي ساعه، بس الساعه دي عشان تفضل شغاله والجهاز مطفي محتاجين ايه؟ البطاريه دي. يبقى البطاريه دي بتعمل كذا حاجه، بتخلي الساعه تفضل شغاله ما تفصلش، وتدي باور للسيموس عشان يفضل محتفظ بالمعلومات اللي فيه. ده بقى يفصل لو البطاريه دي فاضيه، يعني تظبط التايم والديت وكل حاجه، تطفي الجهاز وتشيل الفيشه، تيجي تشغله تاني تلاقي التاريخ راجع لايه؟ ل 1900 وحاجه، 2000 وحاجه، لان هي المذر بورد لما اتصنعت كان فيها تاريخ ايه؟ معين، ما بيتعملوش ابديت الا اذا انت ظبطته وكانت الساعه شغاله وايه؟ مستمره. فلو انت لقيت حاجه زي كده يبقى حضرتك مطلوب منك تايه؟ تغير البطاريه. بس البطاريه بتقعد معاك بالسنين، يعني بالخمس ست سبع سنين يعني، تمام؟ فما بتحتاجش الا كل فين وفين لما زي البطاريه بتاعت الايه؟ الساعه كده. طب فرضا بقى زي ما انت قلت كده نسيت الباسورد. بسيطه، افتح الجهاز، شيل البطاريه وكل حاجه، بس خلي بالك تشيل البطاريه وانت شايل الفيشه. يعني طول ما انت حاطط الفيشه
السيموس بياخد كهرباء من الكهرباء العادية. امتى يشتغل بالبطارية؟ لما تشيل الفيشة. تمام كده؟ فلازم تشيل الفيشة وتشيل البطارية وتستنى كده شوية لحد ما كل الحاجات اللي في السيموس هتطير لان هي فولاتايل. رجع البطارية، وصل الفيشة، وشغل الجهاز، تلاقيه رجع كأنك لسه شايل مذر بورد جديد، واي اعدادات بباسورد اي حاجه من دي. طب ما كده الموظف ممكن طالما هو فاهم يقوم جاي فاتح الكيس ويقوم جاي شايل البطاريه وحاططها تاني ويعيش حياته. ما المفترض بقى حضرتك الكيس دي تبقى ايه؟ تبقى مقفوله بقفل عشان ما حدش يعرف يفتحها. اللابتوب بنفس الكلام، بس اللابتوب عشان توصل للبطاريه وتشيلها. انا عن نفسي كان عندي لابتوب قديم وقع من اخويا، كنت عاطيل اخويا، وقع منه بقى في حاجه بتشخشخ جوه. اتاري اللي بتشخشخ دي ايه؟ البطاريه. عشان اوصل لها للمكان اللي هي فيه واحطها مكانها والزقها تاني، عايز اقول لك 3 ساعات لحد ما فكيت اللابتوب حته حته. في لابتوبات تانيه يا دوبك بس تفك الظهر تلاقي مكان البطاريه قدامك تشيلها وتحطها تاني. فانت ونصيبك بقى. لا ده مش شرط، ممكن تلاقي لينوفو. لينوفو نزل منه 1000 موديل، موديل تلاقي البطاريه في وشك وموديل تاني تلاقي البطاريه مستخبيه. فالقديم اللي انا بقول لك كان ايسر. كان بص الموديل اللي انا كنت جايبه ده عشان توصل البطاريه لازم تفكه حته حته. تمام. طيب يبقى انت تقدر من هنا تظبط التايم وديت وكل حاجه. يبقى احنا عرفنا كده 3 مصطلحات مهمين: بايوس، سيموس، ها، وسيموس باتر. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب اخر حاجه عشان نقفل الفيديو ده على كده، بنقدر كمان نحدد من البايوس حاجه اسمها، خليني بس اخش على البايوس بسرعه اثنين الباسورد اهي انتر. حاجه اسمها بوت سيكونس. ايه اف ده؟ انا مركب في جهازي هاردين، الهارد الاولاني عليه ويندوز والهارد الثاني عليه ويندوز. لما الجهاز يشتغل يخش على الويندوز اللي على الهارد الاولاني ولا على الهارد الثاني؟ انا اقدر اتحكم من البايوس، اقول له لما تشتغل بص على الهارد الفلاني في البدايه. فبقى بحدد حاجه اسمها بوت سيكونس الاوردر. طب زي مثلا ايه، انت حاطط فلاشه او حاطط سي دي هاي وعايز الجهاز هو بيشتغل بعد ما البايوس يشوف شغله يروح يبص على ايه؟ على السي دي هاي، ما يخشش على الويندوز. يبقى بخش هنا اظبطها. اذا المفترض عشان نجهز الدنيا لتنزيل الويندوز دلوقتي اعمل ايه؟ بص هقوم جاي هنا كده ادوس على بلس عشان انا ما احطش نهايه، هي دي اللي هنزل منها ايه؟ ويندوز. لو انت ناوي تحط فلاشه هتنزل منها الويندوز، يبقى المفترض على الاجهزه الحقيقيه بقى تختار ايه؟ تختار يو اس بي فلاش، او ساعات الفلاشه تظهر لك هنا في القايمه ديت. لو انت حاططها تظهر لك في القايمه فتختارها، فالجهاز وهو بيشتغل في البدايه مش هيبص بقى على الهارد بعد ما يخلص، يقوم جاي داخل على الفلاشه. يبقى انا اقدر اظبط منها حاجه اسمها بوت. ايه بوت؟ مجرد بس ما سلمت الفلاشه او سلمت السي دي هاي او سلمت الهارد ديسك، نظام التشغيل اللي عليه يشتغل ودور البايوس كده ايه بالسلامه. من ضمن برضو الحاجات اللي بتعملها البايوس في بدايه التشغيل، بتتاكد من سلامه مواصفات جهازك، سلامه الجهاز. بتعمل حاجه اسمها ايه؟ باور اون سيلف تيست، سموها بوست. يعني اول ما الجهاز بيشتغل البايوس يبدا يعمل ايه؟ يبص على البروسيسور، تمام، يشيك على الرامات، تمام، يشيك على الفيجا، تمام، كل حاجتك تمام، تلاقي الشاشه بتاعتك نورت والدنيا اشتغلت زي الفل. فرضا انت مش مركب رامات، الجهاز هيشتغل، يبص على البروسيسور، تمام، يبص على الرامات مش راكبه، تلاقي يقوم جاي عاطي امر لمين؟ للسماعه اللي احنا قلنا عليها، تلاقيها عماله تصفر. تمام؟ من علامات صحه الجهاز ان هو يصفر. لان معنى ان هو صفر ان البايوس ايه؟ سليم والدايره بتاعته سليمه والجهاز اشتغل، وبالتالي انا عرفت ان في مشكله في الرامه بقى. ركب بقى رامه، مفترض الصفاره تروح والدنيا تشتغل معاك ايه؟ زي الفل. فانا بقدر اعرف كده من خلال البايوس. في ساعات البايوس يعمل ايه؟ يلاقي الكيبورد سوري البروسيسور تمام، والرامة تمام، والفيجا تمام، وكل حاجة تمام، بس يجي شايك على الكيبورد والماوس، يلاقيك مش مركب كيبورد. ساعتها الشاشة هتنور ويطلع لك رسالة تحذيرية، بس ده مش في كل الأنواع.
يقول لك خلي بالك، شكرا شكرا، يقول لك خلي بالك انت، ما احنا ما لقيناش كيبورد، مفيش كيبورد واصل، رساله تحذيريه ليك. او يقول لك ايه، لو انت مثلا مركب كل حاجه ومش مركب هارد، طلعت رساله يقول لك ايه، انا مش لاقي هارد عشان اخد الويندوز اللي عليه واعمل بوت منه. فهو الكلام ده بيحصل من البايوس في البدايه، اما بتشيك على الهارد وير اللي عندك. ساعات بقى في حاجه بتحصل معايا، يقول لك كيبورد نوت فاوند، بريس اف 1 تو كونتينيو. ايه رايك في الرساله دي؟ كيبورد نوت فاوند، يعني البايوس لما شيك اكتشف ان مفيش كيبورد، يقول لك لو عايز تكمل بريس اف 1 تو كونتينيو. قول لي انت بقى، تحصل معايا في اجهزه والله. طب هو اصلا مفيش ايه؟ مفيش كيبورد، هدوس اف 1 ازاي؟ تمام؟ فده ساعتها هيعلق على الوضع، لازم تركب بقى، لازم تركب كيبورد عشان يشتغل معاك. او تراستر بالظبط كده. ده كده باختصار يعني ايه بايوس، ويعني ايه سيموس، ويعني ايه سيموس ايه باتري. بص، ساعات ايه، ساعات اشيل البطاريه واشيل الكهرباء وارجع الاقي كل حاجه زي ما هي. ساعتها بقى عشان نخلي البايوس يتمسح بالعافيه، ها، بنعمل حاجه بيسموها كلير سي ال ار، دي اختصار كلير، كلير سيموس. شايف ده بيسموه جامبر. الجامبر ده بيبقى موصل تو بينز ببعض، اقوم جاي بص ارفعه اشفته يمين، اوصله على الاثنين اللي على اليمين بس، وانا شايل الكهرباء، شايل الكهرباء وشايل البطاريه، انقل ده يمين ثواني وارجعه تاني. اوعى تنسى ترجعه، لو نسيت ترجعه هتشغل الجهاز، الجهاز مش هيشتغل، وارجعه تاني. ساعات مذر بوردات بيبقى فيها الجامبر ده مش موجود ومش طالع منها غير تو بينز، بعمل ايه؟ بشيل الكهرباء واشيل البطاريه واقوم جاي بنفك ملمسهم ببعض، لما هتقفلهم على بعض كده السيموس يتمسح، بس بشرط تكون شايل الكهرباء وشايل ايه البطاريه. وبعدين تشيل المفك وترجع البطاريه وتوصل الكهرباء، تلاقي كل حاجه رجعت لاصلها، لو في باسورد كل حاجه بالسلامه بالسلامه. طب اي سؤال دلوقتي في جزئيه السيموس والكلام ده؟ طيب نوقف الفيديو ده على كده ونرجع بعد الصلاه ان شاء الله.